السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. أصبحتوا وكيف حالكم وكيف أنتوا؟ الواحد كانت القصة حليوة، مد من القصص اللي وايد فيهن قوة وما أدري شو، قصة عادية يعني. وأبطيت هرمس وياكم وسهرنا ورمسنا وكسرنا اليوز ولين مال العود وحتنا هذا البارحة، وأصبحت اليوم لله الحمد كل نشاط وقوة وبخير وسهال ولا أشكو من باس. وإن شاء الله اليوم جماعة وايدين طلبوا طريقة خبز رقاق اللي هو بديل الخبز اللبناني، يعني بديل الصمون ينخدم في البيوت. قلنا لهم إن شاء الله كنا منزلينه قبل، لكن قالوا نبغى من يد جديد إن شاء الله للمتابعين الجداد من عيني بنخلي يخدمونا، بنصور لكم المقادير والطريقه وكل اللي تبونه. كل يوم بخدم كل شيء، كل اسبوع شيء على حسب الفاقه ان شاء الله. اذا ان شاء الله بينزل في قناتنا على السناب شات وعلى الانستغرام وعلى اليوتيوب، والدنيا مطرجه. وبنطالع الزراعه وبنرمس بنتريا صلاح، ويوم الله يحفظكم انا معزوم على غداء عند شخصيه معروفه. إذا أن وقت الغداء فيه تصوير ترى فيه تصوير أكيد بيكون حاضر غداء سعادة هلال بن محمد القبيسي نوخذاي، وبيكون حاضر الغداء اللي يحفظكم سعادة محمد حسين الخوري. بعد بنكون مع بعض على الغداء وبنشوف حاضر شو الترتيب. نحن الحين بثلاثتنا معزومين عند شخصية، هل الشخصية هاي تبى الناس تعرفها او ما تبى؟ العلم عند الله. المهم لا ما بنستبغي الاحداث، واليوم ان شاء الله بيكون يوم حافل بالسيرات والليات والعلوم والخبر. ما بشارات البارحه، البارحه انا ابوه بصرايتين ولا بالظلام وانا الدحق ولا محيل. البارحه يلا البارحه ظهرت علوم، ما خليت بقعه زي زادني زي حتى الجمار متسيل من جيت من اليرف، ولاني مبكر ما اسوى ساوي ما قيلت. بعد الإنسان اللي ما يقيل شخانته، وأنا ظهري على المجيل يا عيال حلال. بنسولف خلاف يلا. خالدي كيف حالك؟ شو أخبارك شيخ؟ زين؟ ما اسمعك. يعني اليوم بتي لو هبياي؟ لا. ليش صلاح؟ بعدين بعدين. بعدين؟ اليوم ما بتي ابدا، ترى اليوم بصير بعدين انا البحر. السبت يا شباب، السبت. بتين السبت، زين ما عندي مشكلة، شي تبه؟ لا لا. زين وين بتصير انت؟ شو عندك من الشغلة الحينة؟ بتديني مس. ما بتصير مكان؟ صلاح ما بخبر وين بتصير؟ بسي انزي ماشي مشكلة يلا برايك. انت خير؟ خير. انا بخير وسهالة ولا اشكو من باس. اشرب شاي روحي اليوم؟ ايه اوكي ثانك يو صلاح، باي باي. ثانك يو. نازل اليوم من وقت لأن صلاح محد، صلاح محد اليوم الله يحفظكم. اليوم أبوي مثل ما تشوفون الخميس، اليوم الله يحفظكم رش ريج رش من أصبح الصبح وهو حاشر الدنيا في الرش. كل خميس هالرش رش كامل من صباح الله خير لين الظهر، رش المكان بكبرها على ما تشوفون، رش المكان كامل ولا يوني ما شاء الله عليه. اليوم عاد الرش ما بمبيد، اليوم رش عناصر صغرى. عناصر صغرى يعني عبارة فيتامينات. عناصر صغرى يا انك انت تسقى سقي او ترش رش الرش. فلذلك اليوم هو الخميس لين اسبوع الجاي، بعد الخميس اللي عقبه الرش مرة ثانية. لكن ما ينحط عناصر صغرى، اسبوع الجاي بيكون له سم يعني. ترش العناصر الصغرى مبشرات المبيد، المبيد ما يبقى شمس، ترش المساء ولا الفجر المبيد. لكن العناصر الصغرى لازم في النهار، لازم تدقه الشمس، لازم ما يكون في مطر،
لازم ما يكون في ريح، ما يكون في هواء، من شروط الرش ما يكون الجو في مطر ولا هويات ولا شيات، لازم يكون الجو مبالم على اساس ان الرذاذ مال السم يتم قابض في الورق، لانك ان رشيت ويا الهواء وطيره شو الفايده؟ ما شي فايده، بيخوز كانك ما رشيت، بترد تبذل من يد ويديد وترش مره ثانيه. فلذلك اللي بيرش ويرش اليوم اللي يكون ما فيه هواء، ما فيه طهبات، ما شيء مطر، يكون الجو مبالم، هي الرش على حله يعني في مكانه، لانك ترش ما يكون لا غبرات ولا هويات، فتثبت قطرات الندى مال الرش تثبت ان شاء الله. هاي كم وحده في وحده كلها مكان واحد تبارك الرحمن، ريحه الفل والياسمين ما شيء شرب، رغم ان الحين ما بموسمه ترى من يبرد الوقت خف، لكن احنا عدل ان قلمنا تقليمه الشتاء، نقلمه وديتين، ودي في الشتاء ودي في اول ما اول الصيف يوم يبتدي حر الوقت بعد قلمناه مرتين. الحمد لله رب العالمين، من الله فكنا من مكران ونحن بخير، رب الله تمكرانه، الله فكنا منه، تكينا من الصدع والديانة، رب الله يدوي، والله اني صبرت عليه 3 سنين، 3 سنين وانا صابر عليه، والله ان بلي فايدة، بلي فايدة لا فايدة ولا عايدة. يا بارك الله، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا شامبيه. أيوة هذا اللي رش اللي خبركم أنا. كل شيء بعباله، كل شيء بعباله له وقت. الواتر عبل هاي الحمرة عادة باري تو هتصبغ، هاي بها 3 أيام 4 أيام مثلنا كده، إن شاء الله يوم السبت بنقطع لكم بنرويك وياها، يسمونها الواتر عبل، لذيذ طعمها شكر ريج. أنا مثلا أرجح للي عندهم مزارع يزرعون منها كميات كبيرة، بدل ما أنت تزرع بس إلا نبج وكنار ونبج وكنار، لا الواتر أبل نفس طريقة النبج والكنار، طريقة تمرت بعد أكبر وألذ وأحلى، يعني تغيير شيء. بعد الله يحفظكم شيء يسمونه عناب، عناب مغربي، أحسن نوع هو العناب المغربي، أكبر عن الواتر أبل وأكبر عن النبجة، وطعمه لذيذ ويجاوي، وتروم تزرعه في الإمارات، فيعني اللي بي اللي يبي عند حد في المغرب طلبه، بيقول لأبوي وانت جاي يعني قال لك عاده شي في خاطرك من المغرب؟ هي نعم شي في خاطرك من المغرب، يجيب لي أبوي قورة عناب مغربي. هي أحد يخيل اللي عند حد هناك صاحب صديق أخت ابن عم ابن خالة علم خبر يطلبه، يقول أبوي الله الله فيه، يجيب لي ما شاء الله ريحة باب السدرة، ما خن خنينة ريحة اليباب، وايد خنينة، حسب شي ريحة عسل السدر تيك ريحة العسل غاوية، اللهم لك الحمد. هذا لا بعد عندي شغل نسيت، أنا عندي شغل صعب، أسير بنك عيمان، شيء أوراق لازم أسير أوضعهم، اليوم موعدي الساعة 11 أنا ومال مكتبي اللي في دبي، مال خالدي للإعلانات التجارية، الإعلانات الرقمية، إعلانات عادي لا، إعلانات إعلان رقمي، قصها هاي ريدي قصها، يا الله ما تبي يدين، يد وحدة أنا بتحل، هي بس ودي حق دواركا، تعال شو أخبارك أنت؟ هي فقو راشد شو أخبار؟ كل زين؟ يلا يحفظكم مدينتنا مدينة الرش، وهذا سماد لمعالجة نقص العناصر الصغرى، هذا كيلو الكيلو الله يحفظكم ينحط في درامين، كل درام و200 لتر ينحط في نص كيلو، يرش نحن بيتنا ياخذ درامين، بيت كامل ياخذ درامين، رش رش زين رقم واحد، درامين يسدن ويزيدن، والحمد لله
هذا الحين تعطي عناصر صغرى، عناصر صغرى خلاص ما تعطي مرة ثانية ثلاثة شهور شهرين ورخيص يعني، فهذا يعوضك نقص الفيتامينات ولا هاش عندك. يلا أنا يبي يلا يلا سر يلا عيم مال خبز رقاق، عيست من طلباتكم، عيست من طلباتكم يا أمهات بريجة، عيستني عايزة، عيستني عايزة كل يوم تبع خدمة كل يوم. بس خلاص عاد الحين ثلاثة أسبوعين ثلاثة ما بني ما بدخل مطابخ أنا ما فيي. إيه نعم الحين بتروح وتدخن وتعطر وسير أدخل مطابخ ما يستوي بعد. والله ما توبلن ما تو والله لا ولا شلة ما توبلن ما توبلن ما شاء الله عليك. بخلي هو يقطع أنا ما فيي ما فيي بدخل مطابخ بعد شو أدخخ طوراشينة شيء المرشوش ما ينزخ. المرأة الله يحفظكم الدلال زرق زرق اللون الأزرق الملكي اليوم كل يوم لون كل يوم لون ما يستوي قايلينهم تحملوا وتحطون يوم مكرر نفس اللون لازم كل يوم لون جديد. ترى الألوان الجديدة تغير الألوان في اللبس وفي الوعيان وفي في كل شيء في العيشة يعطي بهجة ويعطي سرور. ها ايش عندك يلا لي بدها زين اوكي فيري جود يلا يلا وديها فوق. ترى على فكرة الله يحفظكم انا من يعدي من ينفسخ السفري من يدخل يعني شهر عشرة ابتدي خلاص البس فرح حمر لين الحول لين ينفسخ الشتاء. هذا خمسة شهور شهر عشرة وحدى عشر واثنى عشر وواحد واثنين وثلاثة واربعة هذا سبع شهور سبعة شهور البس السفرة البيضة ما تطيحني السفرة البيضة ما تطيح ينبي ابدا لين يصير ويفسخ الشتاء. من يفسخ الشتاء رديت عادة على السفر البيض بعد نفس السن الشماغ الابيض يعني الشماغ الابيض السفره البيضاء ما داني البسه ما داني البس بعيشة الله احس انها بتطير بتزل عن راسي اللي عايبني الشمغ البيض والشمغ الحمر. هاي الحمر عاد الحين وقتن والبيض خلاف ولا خالط بينهن سفره بيضاء طول هالفتره 10 و11 و12 و1 و2 و3 و4 سبعة شهور تقريبا لو ست شهور ولا تطيحني السفرة البيضاء. طريقة مقادير خبز الرقاق اللي هو طحين البر بديل الخبز اللبناني، كيلة طحين بر، ربع خاشوقة مليحة، نص خاشوقة زيت أكل، قوطي ونص ماء هذي تشوفونه. كالعادة نحط دباس على دباس، عباس على دباس وينعيل. ويازم القوام بهالنمونة هالنمونة يازم القوام يتخلى تقريبا عشر دقائق تستريح العينة. الضوء لازم تكون حامية على التاوة الضوء لازم تكون حامية هالطريقة الضوء لازم تكون حامية أكثر عن المعتاد تكون حامية فتتشلوط الخبز من تحت وتازم ترفه من فوق فلذلك ما تعول ما تعود تغدي لينه الخبزة وترفه فلذلك أنا مسمينه خبز الرقاق بديل اللبناني مسمينه بديل اللبناني لأنه بهالطريقة ترطى خبزه ولا الثاني ويتغطى يغدي رغمه بس القرص زهر ما ياخذ أقل عن دقيقة. ها شوفوا حمر غير نمونة حطوا نسامة يلا يلا يلا, يلا. ايوه يارك الله يارك الله يارك الله يارك الله عاش 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 حفيد كبر القرص يا الله منك هل كبر التاوة بكبرها ليش يعني تقصر به هذا القرص رقم خمسة لو رقم ستة حين
أبى القرص الخامس والسادس الحين. ألا ما تشوفون هذا القرص رقم 4 لو 5. الزين في الخبز هذا، الزين في الخبز إني غادي لين، يغادي ترف، يغادي ترم تستعمل يوم بتاكل البيض والطماط الفروخ. ليش ما يدانون الخبز هذاك الخبز الرقاق المتعارف عليه؟ لأنه يتفتت، يتفتت وينكس في اليد، فلذلك ما يرغبون فيه. ها شو قال في غادي القرصة قبل عطني طرفه. شو ما زين رفيع وفنان، ها ولين، رفيع وفنان ولين، ويرمون يأكلون الفروخ. الفروخ اللي ما ياكلون هاك ايش عسب عسب انه يتفتت وينكس فيبغضونه. هذا غمس بالروب انكلت ويدهين ودبس انه يعني غادي ما شي شراته، لكن لازم انه يتغطى يتلحف. اذا ما يتلحف ما شي فايده، يرد ويجيبه. لازم انه يتلحف. على كل حال تروم تستعمله يومين ثلاثة ايام حيث انه مملوح ما يعول، بتصير رحلة بتصير كشتة، تروم تشل بياك ولا يعول أبدا، بالأخص لأن الطحين بر ومملوح. شيء ثاني بعد شغل المغرب، ها ألا تشوفونه كلها شغل المغرب الحين. شو اسمه هذا؟ بسكوت، زي البسكوت، مثل البسكوت شيء البقلاوة. هي شرات البسكوت البقلاوة وما شو اسمه هذا؟ هذا حلوة الوردة. احنا شو حلوة الوردة؟ حلوة الوردة، حلوات الوردة، وردة. زين يلا شكرا. يس سر ثانك يو. ها اي ويل جيف يو بابايا ناو. وات فور بابايا وي هاف اي كيپ ات تو تشيك ويذر اتس جود اور نوت. شو يا سلام هذا الفيفاي، هذا الفيفاي شكر ريج شكر very sweet. yes according to me nice. تصوير رقم 2 هذا اللي كان مخمل في هذا، ها الكرتون هذا لافينه بالجرايد. هذا حين مره زاهب غايه المتمني، المتمني ان شاء الله بودي منه البحر للشباب هناك. كان بعد ما يدانون الفيفاي هلال شوي ياكل من طرفه شوي يونه، ولا قوم مرزوق بعد ما يدانون الفيفاي لازم همبق اي شيء شكر ريج يبونه. هذاك بعد ما بهين ترى. هاي ثاني مره والله صور الثوي صورته عازم التصوير يلامط. عدالي مرحبا بياسر، مرحبا مرحبا بياسر عرفات. انت ايش قاعد بعد؟ انا لولو، اللولو هاي اصغر معجبه واصغر متابعه. اللولو يا اللولو حليلها. يلا الله يبلغ يبلغكم فيها ان شاء الله عروس. اللولو يا اللولو هذه وصلت الدفعة الثانية. هي زين الحمد لله ما تذا بروبلم. يلا ميك ات ريدي كلين ات دونت بوت شيء اب اند اب بس ويل يتعفس. كلين وايب ات اند ميك ات ريدي تدير. يس انت لاي كم وانا كم افتر noon or do what I'm going to do with it. Okay, so you will not eat right here? No, I will eat outside. معزوم اليوم. So not make salata for you? No, don't make salata for me. Okay. Thank you. Welcome. هذا يوم يقول لك من كل قطرة غنية يضرون هل بالشاش ها. ازريدية جش عود صغير ميديم. شو بقول لك؟ من كل نمونة. تيتي. خير خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح تزقريته، صباح تزقريته، صباح العدال. مرة عداز بالحيط كله تروح متدخل معين من الله خير. متوكل عندي موعد الساعة 12 سبتي ما أنا يوم عندي شغلة يعني ترزى أني أظهر من وقت ترى أظهر، لكن يوم ما عندي شغلة وين أسير؟ ولا أحب أنا أسير مولات ولا أسواق وأنا مالي مهر ولا ضمن. ترى يقول لك لا تدخل السوق لعت مفلس يزيد غبا يا جليل الدراهم.
المعنى انك اذا انك انت مالك لازم، مالك لازم في سيرة المكان هذا، قيس الا تضيع وقت، وقيس الا شوفوني انا ساير البقعة هذه ولا ساير المكان العلاني. بروتوكول هو يعني قانون انك انت هتسير بقعت لو مالك لازم فيها. كثر حشرتكم نسيت الجواز، الشغلة اللي انا ساير عسبها لازم الجواز الاصلي والهوية، ونسيت الجواز والهوية موجودة، وحين رديت نكس مرة ثانية، ليش أسوي؟ روحي أنا متأخر، موعدي الساعة 12 في بناية وكالة الرولكس، وعندي بعد موعد الساعة 11 ونص في بنك عيمان. العالم الله، تأخرنا على هذا ولا تأخرنا على هذا؟ يا حي هم بنك عيمان يبون إلا توقيع وظهر، القالة هاك مال بناية الرولكس، رمسة وعلم وخبر جد مؤخر وصدر ورد وسند، يا شغلة الله المستعان. وانا شو اللي حادني البس نظارة وانا في السيارة؟ لا والله ما البس نظارة، يوم بنزل البس نظارة السيارة بما فيها شمس الحين، بس اللي ديكور لا والله بسم الله غير بو بشير، لا والله لا والله خير ابو بلي نظار ان شاء الله حدني ارصص على عمري البس النظار. لا لا بس النظار يوم بنزل يقولون وين مبزين الشمس حق العيون، يوم بشوف شيء شمس بنزل مكان فيه شمس بلبس النظار، ما اشوف شيء شمس انا والله ودنيا بس اللي يعني خقها اي والله ما في خلاف عادة. ان شاء الله اني ما انسى عادة انزل وانا تاريخ الله يحفظكم 28 28 11 28 29 30، بني ثلاثة أيام شيء رحلة إلى برشلونة على طيران الاتحاد تدشين خط سير جديد من مطار أبوظبي الدولي على متن طيران الاتحاد إن شاء الله. تاريخ 28 11، أول رحلة راح تسير من مطار أبوظبي الدولي إلى برشلونة دايركت، فبيمشون خط جديد وإن شاء الله أني بكون أنا في الطريق. عليكم السلام يا ربي، عاد هالسلامات ترى توجف يا رجال اذكر الله. أها مين بارو منزل مارو مارو منزل يا سرمس حبك العافية، فالله يحفظكم إن شاء الله. شيء بيكون دش بيدشن الله وتوفيقه، هذه بتكون وجهة جديدة مو وجهات اللي بتسيرها طيران الاتحاد إلى دول أوروبية، هاي وجهة جديدة الأول عن طريق مدريد، الحين لا شيء بوية المدريد وشيء البرشلونة وشيء العواصم كثيرة في أوروبا، لكن الخط الجديد هو برشلونة، كان ينقص تسير خط جديد البرشلونة والحمد لله رب العالمين. يوم غايته ما نخبركم كم رحلة في الأسبوع شو نوع الطيائر وكم يعني الأمور كلها إن شاء الله. مثل ما أمس سيارة وخط جديد من أبوظبي إلى جدة 380 ورسلت فيها إن شاء الله، هاي بعد نفس الشيء إذا الله راد. شيء غريب الله يحفظكم، توني شفت من منظر غير حضاري أبداً وبحياتي ما كنت شفته، وبالأخص في أبوظبي يعني شيء ما كنت صار ولا كنت استوى. رجال والله يا أبوكم يا عند جاب مت سيارتي، والله أني تروعت حتى ما نزلت الجام كبرها، يوم رمست ولأن رمست مواطن نزلت سلمت عليه ويهته ويهني ثلاث وديات، حبني حب هني كم كبرها وحب هني وحب هني نزين رمستي عم واطن وريحة الجقارة تحرق العين وصدره، لو بيدفع بمحمل اندفع، لو بيدفع بصدره محمل اندفع، تحط على صدره يونيتين بشاور الأخير يطلب، تخيلوا يطلب يا الله مال الله ومتعدل مزقرت ما بواحد يعني محتاج لو شيء اشلم بي واحد ازقرت من ازقرت. شلت غدينا وعينا من الله خير وخلصنا، واليوم كنا في ضيافة الله يحفظكم يوسف ولد محمد رسول خوري
يوسف سلام عليك. عليك السلام، مرحبا. شكرا على حسن الاستضافة. العفو العفو طال عمرك. جزاك الله خير. صدق انا توني بقول متابعين خالد قاعدين تحرقصونا الحين. هي بنعرفوا وين. الله يسلمك. زارتنا البركة يا ابو. الله يبارك في حياتك. ناخذ انا هلال بن محمد. هالحبيب ابو خالد تو يا حينه ترى يا هي من الصبح ترينا الحاج زين سويت هي والله. وهذا عاد ولد قوم بكلر صديق عامر ولد عبد الله بكلر. ابوه وابهاته ويدان ايران الاول، لكن هذا ما لحقت عليه. انت ما بطايح مدينه زايد؟ لا مدينه زايد. والله كم عمرك انت عيل؟ 27. تبارك الله. منتقل كم سنة تقريبا؟ من شوف بيت البطين يلسنا فيه حول 30، وبيت ابو ظبي بيت محمد بن زايد 10، وفي والخيبة في العين كم؟ 10 سنين. انا ابوه عين كم انا ادرى صوره. ما شاء الله ما زينك يا ابو خالد غادي. اقول يا سعد حظها اللي ما اخذت منك يا ربي. كيفه؟ اقول ما شاء الله عليه على الله يحفظه. بقلاوه ما يزداد. كيف؟ تفضل. شكرا لك خليتك على حسن الاستضافه. الله يطول عمرك. ومكانكم مبروك وزين. الله يسلمك. اكلكم اللي عزمتونا عليه فنان. انتم كبركم فنانين. نحن يعني تبانا نخليه مفاجأة للمتابعين. هي عقب روحك بتخبر. هي عقب على الطوايل إن شاء الله. نعم نعم. عن هذا وعن غير. على الفراغة على الفاقة. أكيد. إيه على أكيد. الفاقة. أكيد. وين ما حبيت أذرت إن شاء الله. إن شاء الله بيكون إن شاء الله عمل إن شاء طيب. إن شاء الله إن شاء الله. بنرويكم على حتى من هذا الشيء الطيب الفنان. يلا. يا رك الله يا أبو خالد. بسم الله عليك الرحمن. بسم الله عليك. شو هذا الحين؟ هذه حلاوه يسمونها كتمير في التركي. كيف يعني كتمير؟ هذه طبقات من العجينه تنطبق مع الفستق هذا نحن نجيبه من تركيا. ما شاء الله. مع الكريم التركي، فهذا حاجه خاصه مسوينها لك اليوم. يا ريت تسلم طال عمرك. تطرطر بطونه يا ابو محمد. ما ادري. يوم الرجيم لعنا سلسفيله. ما ما بتعرس حتى ياس تنسب سفرك تمعرس عندك عيال اليوم الحين احفادك بيعرسون المراد. اقول لك الحين عقالك هاي جديد. نعم. انت تدري عقالي هذا من متى انا علي؟ شوفوا يا جماعه الخير. ها بقول لك يمكن من 30 سنه. ما شاء الله. 27. والله العظيم ما شاء الله. انا مستغرب ما تقول كل طالع شمس الحين ولا حين الشباب كل طالع شمس قال والله بنسينا نفصل عقال كل من يعيد بنلبس عقال. سألوا كم العقار؟ قالوا كم؟ 800 درهم. يا ويلك من الله. عقار ب 800؟ ايه 80 يمكن ربيه. لا 800 يمكن ما لا مستحيل ب 800. لا تعرض الله. والله هو من رابع 14 ها؟ والله عليك قايلين له جارنتي طول العمر. بعد عقال جارنتي؟ ساعة رولكس هي. والله لا يفرق. هاك الرولكس هاك ابوي عليه جارنتي ولا انا غلطان؟ الحين الرولكس عليه جارنتي كم بت مال رولكس؟ ساعة الجديدة 5 سنين. 5 سنين. نعم ولكن طبيعة الرولكس انه ضمانها مدى الحياة. سبحان الله. زين كان اختربت ولا شياته؟ موجود طال عمرك ورشة ومهنيين متدربين في رولكس متخصصين. زين. توصلون لك الساعة ويعطونك بعد فوقها سنتين. بعد؟ نعم. ما شاء الله عليكم. والله اني تولي ما في عيني قطره وراي طريق ليل شويهات. الحبيب سلام عليكم. ما يسمعك هذه سويته هدى؟ هذه مساعة شفتوا ياس تخدمه هدى؟ شوف قال مو انت؟ طلعت هذه الساحره سويتها بنودي البحر. ها وده هذا من هناك جيب هذاك اللي من هناك بعد انقفض ولا ها اظهر حطه هنا هني بصور. هذا بوياي نبع من كيكة عزة الله يحفظكم ليمتد اديشن من كيكة عزة. هذه وحدة وهاي الثانية. هذا العين عبارة عن كيك تمر يعني كيك صح. وفوق هذا لوز مبشور ومحمص وهذا نفسها كأنها كيكة صح لكن فوقها بوية يوز
وسمسم على قولة حل الكويتيين منهنة، هم يسمونه منهنة، نحن نسميه مهنهن. المهنهن يعني المحموس شويونه مروحينه هالضوء. هاي كيكة التمر، عاد كيكة التمر اللي يعني ما تعود، لو بتكمل شهر ما اختربت. شو السبب؟ لأنها مصنوعة من تمر، والتمر مادة حافظة. واللذيذ شغلهم هاي كيكة عزة، وهذا اللي بيسوي كابتشر. إيه محتاج 1 2 3 4 ما فيها صور خلاف. بس زين، مساكم الله بالخير. بهذا الموضوع مفروع شو بعد مفروع الموضوع، الله يحفظكم. يوم حادني هلال حطيت ساماني وقشيري توني ظاهر، لان داك تليفون. والله ابو محمد انا راسي عورني، وبرايك انت مرخوص قدامك البيت والعمال والبشاتير، اما انا فراسي عورني ماكل اللي حبتين بنادول وبحط راسي برد. هلال كان عندهم معرض هالي امس، انا سرت له مال دارة الاقتصاد يومين 3 أيام، وهو من الصبح لين المساء وما ارتاح. فاليوم ظهر عليه بطوالة، ما ظهر عليه بطوالة إلا اليوم. يوم عاد ويكند، قلت له انت حط راسك وارقد الحين، حط راسك وارقد، حط راسك وارقد وريح يوم بتنش مرتاح. عزم، ان عزمت تراه بتلقطني قدامك، وان خنت تراك يالس ابوي في بيتك، ولحنا نقصنا ولا اهل الهوى زاد. معلوم ان المكان بالايام ما يتشاهد، شو بسوي؟ هذه خليه وهذه ما فيها شيء، بنادم له عليه. لو والله ما ودي اني اجلس روحي كاني ساحر نام. لكن هناك قوم مرزوق، محمد بن عبد الله، علي بن سالم، المجموعه كلها، لكن كل حد ببيته، وانا بازم في هاك البيت روحي كاني جني. كم ما علي، ان شاء الله ما علي، بس الامور طيبه. يوم الا اضف هالليلتين بنقزرها، ما ضوى الليله تراني باشر بضبي بضبي. ايش بسوي؟ الله كريم، مساكم خير ونور وسرور. بعد باجي لي ساعة ونص عن اظهر، عن اوصل بعيد من بضبي هناك تقريبا 170 كيلو. ايش اسوي؟ توني الحين عند الهرميه المراد. قالت لي ويه العربي تخبروني، قلت حسرت مكان، لا خبرتنا وين ولا اعطيتنا علمه ولا اخبره ولا عنوانهم ولا تكلمت عن المشروع. انا ابوي ساير مدعو، جايتني دعوه، حالي حال لمدعايين. معلوم اني من التواصل الاجتماعي، لكن سيرتي مب عن اخبر عن المشروع واخباره وعلومه. هذا مشروع ابوي له اول اخره، يباله شهر لين الوحي يخلص الربسه. انا شيء مشاريع كبيره هذا، انا ساير للمشروع هذا كضيف، ضيف يعني حالي حال ضيوف اللي مدعوين، لكن اني اعلن عن مشروع ولا غيره ما باختصاصي، لان الله وراي يعني. اللي ما ينزقر ما يتوايب، سما يعني انا ساير معزوم، وجودي يبون وجودي، ما قالوا نبى شيء الفلاني منك. يوم بيقولون وبيخلصون هاي الساعه برمس، لكن قبل هاي قبل ما حد يقول لي ما يستوي. يقول شو معنا انك مصارف انك في حلالنا؟ منو قال لك تطري؟ صورت ترى من بعيد ليه بعيد، وهذا ما عليه، لكن اني اخبر عن حيثياته وعلومه واخباره ما يعطي، ما لي حق يعني. وانا مش ملقوف اني اتدخل في اشياء ما تعنيني، ترك لي ما يعنيك فايده. قالينها بدال الودي هلف، واللقافه ما حد يحبها ولا حد يرغب فيها، واحد يغدي شويه. 50 من قبل وقالين عندي موضوع اجتماعي فانا ارمس عنه، موضوع وايد ضروري. وحين ما ادري كيف احس اني الوقت ما بموالب، ما شاء الله هو وهناك شيء بارج عالي، العلم عند الله وغبره،
الدنيا الجو يعني متعكر، فهل اني من اوصل هناك اليوم برمس وياك ممكن؟ لان ابو محمد محد وبازمه تخلي في البيت تبيت، يمكن اسولف وياكم، ايش رايكم؟ علم عند الله. لكن في الخطه ثاني الموضوع لانه شوي حساس ما يرمس به، وانا شي ويا اسولف، اتوقع اني من اوصل بنسولف اذا الله راد. لا كان شيء الحين يدت سالفه شرق ولا غرب بخبركم عنها. الله اعلم. كان حد يشكر على شيء؟ طيب الحين شو؟ الحين هو طلب تليفون، يبنى له تليفون. انزين تعال، وشو سؤاله؟ اصلي وشو تقول؟ اصلي ولا سينر؟ بس خلاص يلا روح دور اصلي داخل بنغلاديش. يلا حرام هي سمسم 100 درهم موجود داخل سمسم هذا؟ ايه جيبه داخل شنطه. يبه طالع موجود هذا يبقى خربالك الله يا انت. كلش نفرات قالوا لا تجيب له هذا، ما يقول الحمد لله. ما خربالك الله الحين بعد ما غرب عتب تشوفون هذا 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 عين اللص. مشكور انت حرامي ابو طيره. ربك الله يا الحرامي. اقول لكم قبل جبت له تليفون العام، تدرون شو قال؟ قال تليفون اللي جايب لي اياه هذا ابوي، روح قول التليفون اللي انت جايب لي اياه هذا، هذا ابوي ياكل، احط رصيد 30 درهم وعقب 5 دقائق القطهن 10 دراهم. قلت له كيف؟ قال هذا تليفون مال انت حرامي. تبغى تراجعوا الستوري اللي قبل اسبوعين؟ والله هالنمونه رمسته موجود حتى على اليوتيوب. قرب اللهته يتني جميع المسجات، قال تحمل تعطي هذا ابوك ما وراه عير. قلت في خاطري يمكن هم ضالبينه. والحين يوم جبت له هذا تدري شو قال؟ قال هذا اصلي ولا تشاينا؟ انا لما يجيب لي واحد شرات الا ب 100 ربيه. يعني بنادم مثل هذا غير نمونه. والله انا ما ب 100 نسيت عاد بكم، لكن ما اتذكر، لكن ما ب 100 ولا ب 200 اكيد اكثر عن 300. الخبير جايب لنا من دكانهم، الخبير ترى عندهم عند محل هناك هو واخوانه ما ادري منو عندهم محل تليفونات، وجايب لي من زمان اتذكر العام يا تطويرات متحلعين الجماعه يبون فوقه طيور فوقه على طير لحم طير. الحين بسير تاكلني اطالع. ها وين؟ يا سلام يا سلام، اشوف عندنا ملاس. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا ابوي حمام ترى ما بطيور، لا حمام، حمام مصري، حمام مصري هاي خصوصي، ويسوون عاد عليه مكبوس. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله. يلا بارك الله فيك. شكرا محمد. سوي العيش شوي لينا. صاروطي صاروطي لبتي حد يسأل هل الكويت يسمونه هميج، ونحن ابوي صاروطي، وحد يسميه عيش لين ولا عيش لبتي. لبتي يعني ملتبك لين. زي الطيور الله يحفظكم يخلونهن بعيشن، يدفنون العيش في نص الطيور. هذا الطباخ الاولي ما يظهرون لطيور، يظهرونهن ويعزلونهن ويشبون العيش وخلاف يعقون طيور عليه. لا هذا ابوي يدفنونه عيشه بطيوره، وكان لحمته بالعيش، يعني يخلونه شيء ملتبك بعضه مع بعض، يغدي شيء لا صار ولا استوى. يا الله يا البحر ما يثبر، ما شيء بحر مره. هذا الحين السطوه بارده، مكان خرسان ما زين الا المكان. المهم ما بهذا موضوعنا، موضوعنا ان شاء الله يبوكم يضوي هلال. مازم روحي كني ساحر. العرب كلها موجود، الفرجان ما شاء الله كلها ممزوره اوادم. قوم مرزوق، قوم محمد بن عبد الله، وقوم سالم، الفريج كله ممزور خلق الله. لكنك بيت قوم هلال شابي ومظلم، البيت ما يزين الا هلا يا ابوكم. لكن شو ما شاء الله غيوم غيوم اليوم طول الوقت، من الساعه بارج وانا جاي، وهبه ريح من الساعه هو طهف، عجلت الدنيا عجال. لكن رب العالمين شويه وطاح الهواء وصفت الدنيا الحمد لله. هي والله
ترى وايد العرب اللي يتحرون في الشتاء البحر ما بزين، ما يدروبه انه يشيخ، ما يدروبه انه ما شوف زين. ترى ليت التليفون قوي في وجهي، ف ما يدروبه ان البحر يشيخ في الشتاء. البحر ايش حق ما طاح قدامي هنا، اي والله اقولكم يشيخ البحر في الشتاء، يشيخ شي غدي، يكثر الصيد ويكثر الساير بالياي واليويل، وخلق الله لما خلق ساير وياي والناس تنبسط اكثر. العربتي البيوت بيوت البحريه متى؟ في الشتاء. الناس اللي من غير يتحرون في الصيف، بس وقت الحر عكس، وقت الشتاء يجي الكنعد وتدخل السمكان الكبار ويجي الخير ويكثر البراد. وإني أنا ما يعيبني أمشي في البحر اللي حافي، ترى الرملة تمص كل شيء، سقم في ينبك تسحبه من ضغوطات وما أدري شو يقولون، عاد أنا ما أعرف، لكن وايد أحلى شيء اللي تسحبها الرملة بالأخص يوم هي دافية. يوم الرمل دافي يا سلام، خليك أبوي تظهر أبوي من بقعك، البقعك اللي أنت جاي فيها دتش كأنك حصان. استوي التلسيف من اخر الدنيا، توني من هناك وين اللي تات. ها 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 وحين ابوي قريب اوصل بيت قوم علي سالم ميله سعيل مخفري يا الصهاوير يشون عاد معيبهم عاد هالحمه شواي وما ادري شو ومدفون ومر وهذا اللي يشونه مندي ما هب مندي اكله يحطوا الابقنطه تحت الحصه ويلبقونه الابقنطه ويحطوا الحصى عليه ويشون عليه لحسب كلت امسات منه في جدة نسيت والله خلاص. تقوم لي سالم عاد الحين ضيان اكلاب اي ذهبوها جلسة الشتاء ها ذهبوها وابويا الميمار تتجامع عاد هني جامع العرب يرسمون وذاك ابويا تراتي بالجدر يرسم شاهدين البحر جو يقني يا ليل. انا مخبرنكم قالكم بنرويكم اتبوس اللي اليوم سوينا الفوق اللي على هالطويرات الفنانات هذا هي طويرات رقم واحد، هاي طويرات فريش مره لا صار قبلهن ولا بعدهن. واللي اهم ما في الموضوع ان العيش عيش لبكي ما بيعينك كل حب على راسه لا ها. وريحه اللوم اليابس تعطعط ريحتها شوفوا ما زينه رقم واحد. ولازم ها بصل الهندي ما بصل الابيض ها ها بعيد بعيد بعيد. ابو عبد الله سلام عليك حيات. يعني لازم السلطه لازم نحن الحين في الطيور والسلطه ما يستوي ترى اسوي رجيم شويه بعد لازم تحتاج مو يسوي رجيم منو اللي باكر تو منمر يسوي محله كيف محله انت ما توك تقول خلي يسوي محله انا قلت خلي يسوي محله اي سمع ذني حلو وخلى ما ادري منو لا قلت ولا شيء حلو برلك مرضام اللي كان هني ها راح وين راح وين وين راح ابو عبد الله هذا وهذا ها فعايل منو هذا يبو السلطه هاي السلطه راشد كلها راشد بكل هذا السلطه وانت اول نكتب السلطه والله انه ولا حركك هذا كل ابويا نص نص التبسي هذا لين عينه طالع يا الله جاي بالصحن بيبه هني والله يا ها طالع يا بنا كان بنا هني لا 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 ها تحرون فالق محار عم تشسه عين ابو هذا فعله ادمي والله عليه استغفر الله العظيم ادمي ياكل هالكذا والله هي نعم بموت شنو ولا ايش حقك يا رجال هذا ما كل السلطه خاف من الله في نفسك اقول لك خاف من الله راجب الحي القيوم سبعك يا غير سبعة شيري غادية والله يا ظهرات تحرق قرف شيري ردت علي ما شاء الله تبارك الرحمن تختبنت